إخوان مربي الأسماك، زملائي الأطباء البيطريين، اليوم أكلمكم عن مرض الكوي هيربز فيروس في الأسماك. طبعا هذا المرض اللي سبب لنا خسائر اقتصادية في 2018، بناء أعادنا الفرات في منطقة المسية. هذا المرض من الأهمية بحيث أنه دائرة البيطرة بدأت توضع الحلول الواقية لهذا المرض. شنو العوامل اللي هيئت لظهور المرض قبل أن نبتدي؟ العوامل كانت التربية المفرطة، الازدحام الشديد في أقفاص الأسماك. ليش هذه أساسية ومهمة؟ من الأهمية أنه هذه الأقفاص المزدحمة سببت استهلاك كميات كبيرة من الأكسجين، بالإضافة إلى انتشار بعض الملوثات. هذا تقلل نسبة الأكسجين، وبذلك قد تسبب هلاك أو نفوق جميع الأسماك. انخفاض درجة الحرارة في نهر الفرات في تشرين الثاني من 23 إلى 25 درجة حرارة الماء سبب أيضا نشاط فيروس الهيربس. قد تكون إدخال أسماك مصابة بهذا الفيروس إلى بيئة كانت نظيفة خالية أساسا من فيروس الهيربس، ولذلك إحنا أسماكنا ما كانت عندها مناعة ضد هذا المرض لأنه لا توجد إصابة سابقة. إحنا واجبنا كأطباء بيطريين وكمربين، إيش راح نسوي كمربي أسماك؟ إيش راح نسوي أخي؟ هنا بهالحالة عليك أن تتبع أنت كمربي إرشادات الطبيب البيطري. الأقفاص متباعدة حتى تكون الفضلات الأسماك تتجه إلى مسافات أبعد. التربية المزدحمة نتجنبها، نحسب كمية عدد الأسماك في وحدة المساحة، لأن هذا من تكبر تحتاج إلى كمية أكسجين. الأعلاف أيضا نهتم نوعيتها، قد تكون ملوثة من سهل السيطرة النوعية. أعراض المرض كانت حقيقة ظهور بقع بيضاء في الخياشيم ونزف شديد في داخل أعضاء السمك ونسبة هلاكات 100%. هذه من علامات أساسية لمرض الكي اتش في في الأسماك، في أسماك الكار. العراق كان ينتج 29,000 طن من الأسماك، أسماك الكار وباقي الأسماك الأخرى، بما معناه حقق الاكتفاء الذاتي وبإمكانه كان يصدر هذا الأسماك. لكن طبعا السرعة وعدم حسابات بعض الأمور سببت لنا هذه الخسائر. كيف نتوقع احنا حاليا؟ كيف نتوقع مع حساباتنا للتربية الجديدة؟ كيف نتوقع من هذا المرض؟ اولا اخي العزيز، التربية الدقيقة والمحسوبة، وحدة المساحة في الأقفاص العامة، التنقل ما بين البحيرات الطينية وأصحاب مربي الأسماك من بحيرة إلى بحيرة امتنع عنها، لأن يعني هذا قد تنقل لك الفيروس، الفيروس ينتقل بسهولة. اثنين، تعقيم الأقفاص، والأحواض التربية. ترجل أخي تتجه إلى تصدير المنتوج مالتك ويزيد الله ببركاته، لا تخترق، حاول تشوف حالات نفوق أسماك وكذا، لا تقترب لأن تتلوث، ويفضل أنه تختصر تعقم الأقفاص، تعقم السيارة، ما تجي تدخل رأسا، ما تدخل أسماك جديدة. في تواصل مع دائرة البيطرة، مستوصفات البيطرية متوفر بها المعقمات والمطهرات الخاصة بالأسماك. رجاء أن نكون من الدقة بحيث أن نربي أو نشتغل شغل نظيف ومحسوب. تكون في تواصل، مع الأطباء البيطريين. الكوي هيربس فيروس، يعني الكوي كلمة كانت تعني مرض الشبوط، أسماك الشبوط، ونيشي كوي كانت تعني الشبوط الملون. حضرتكم تعرفون هذه الأسماك أصبحت في شيء ملونة، الشبوط الملون، هي هاي الكلمة المتعارف عليها في دول العالم.
الكوي هيربس فيروس، الكوي هيربس فيروس موجود منتشر كثير من دول العالم، حتى ظهر بالكويت وظهر باقي الدول، لكن احنا بالعراق كانت هذه الإصابة جديدة علينا وحسينا بها، كانت خسائرنا كلش كبيرة، لأن ما كانت أسماكنا مهيئة ولا عدا من أعوض هذا المرض، ما ظهر سابقا أساس هذا المرض سابقا في العراق. كلمة كوي هي سمك الشبوط، والنيشي كوي هي الشبوط الملون، هذا ناتج من تضارب أسماك الكارب مع الشبوط تظهر هاي الألوان الزاهية، لكن المهم بها أنه هي سريعة للتأثر بفيروس الهيربس. فيروس الهيربس هذا يسبب هلاكات 100%، يسبب نزيف داخل أعضاء الجسم كلها، بقع بيضاء في الخياشيم. لذلك علينا أخوان أن نكون دقيقين في تشخيص هذا المرض، دقيقين بالوقاية من عنده، نتبع الوقاية والإرشادات البيطرية. دائرة البيطرة حاليا تضع برنامج محكم للوقاية من هذا المرض، أرجو أن تلتزمون به، أرجو أن تكونوا في تعاون مع الأطباء البيطريين في المستوصفات البيطرية. اسأل أخي، اسأل دائما، كون أنت صاحب الحلال، اسأل وتأكد وراجع طبيب البيطري، أخذ المطهرات، أخذ معقمات، أخذ مضادات حيوية حسب إرشادات الطبيب البيطري، اتبع الطرق الصحيحة، لا تختلط بالإصابات، يعني حالة مرضية بها إصابة لا تختلط بها، أرجوك يعني، أنه لأن هذه تعرف هذه تسبب خسائر اقتصادية تأثر على اقتصاد البلد. أرجو الالتزام بهذا الموضوع، أشكركم جزيل الشكر، زميلكم الدكتور محسن العامري. يعني إن شاء الله أي شيء سؤال، أي شيء اختصاص، تعالي على موقع دكتور محسن في اليوتيوب وتجد الإجابة إن شاء الله الوافية، وأشكركم جزيل الشكر على التقديم.